مجموعات كبيرة، وفي نفس الوقت لا يعرفون وطناً سوى المملكة العربية السعودية. كان أول مشروع الحقيقة رفعته للملك عبد الله يرحمه هو مشروع العشوائيات وتصحيح أوضاع البرموية. الأمير خالد الفيصل أكثر من مرة يلتقي بهم، وطمأنوا جداً أنه فعلاً قيادة المملكة العربية السعودية صادقة في توجيهها وفي احتضانهم. بدأت في خدمة الدولة وفي خدمة الجالية البرماوية، وأنا مستمر منذ 10 سنوات الآن في تنظيم أمور البرماويين، وتم الموضوع يعني بتنظيم دقيق جداً ومنظم جداً. يجب أن نسجلها ونشكر المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الإنسانية، لأنها حقاً قامت بإعطاء هؤلاء الأشخاص بعض الحقوق ولو أنهم غير مواطنين، لكن أعطتهم الحقوق وأيضاً إعطائهم فرص العمل والتسجيل في المدارس وفي الصحة والتحرك بسهولة في المملكة وإيجاد فرص العمل. خلال مشروع التصحيح تم توظيف 21,000 برماوي الآن. أي مكان تقدر يشتغل، الأولاد يشتغل، أكثر من كده يشتغل الحمد لله. كانت فكرة سمو الأمير أن يكون هناك شركة حاضنة لمعظم أبناء الجالية المعمارية تقدم خدمات رفيعة المستوى. بهذا التنظيم أصبح هنالك برنامج متكامل للعناية بهم، العناية الصحية، العناية التعليمية، أيضا عمل برنامج مساند لتصحيح وضع الجالية البرماوية، تمثل في برنامج التدريب والتأهيل وتجهيزهم لسوق العمل. يجب تعميم هذه المبادرة الإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية في العديد من الدول. أنا جلست حقيقة مع الأخوان اللي جوا من الأمم المتحدة وتحدثت معهم، وكان لهم رغبهم في معرفة وتوثيق هذه التجربة، وأنا أشكرهم الحقيقة. أنا أشكر الأمم المتحدة على اهتمامهم بهذه التجربة وعلى توثيقها، خصوصاً وأنهم هم يعني ذكروا لي أن هذه تجربة فريدة من نوعها، يعني لم تحدث في أي بلد آخر ولأول مرة تحدث.